ايتما تسمى اسلام ربي في اللون. للأسف أنه عدد كبير من المغاربة محرومون الآن من حق الإعلام والتواصل، الحق في المعلومة كذلك، بسبب عدم تفعيل وتنزيل القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية. فمغاربة الأطلس وسوس والريف والغرب والشرق معظمهم، أقول وأنا أنتمي إلى الريف ولا أتقن أكثر إلا الريفية، لا بغيت نهضرها اليوم في الريفية، ولكن احتراما لكم وللتعدد سأتناول المداخلة بالعربية. الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، الزلف اللون، سيتي الزويري السيد رئيس الحكومة الفريق من الأصالة والمعاصرة، دنت الساف الطريقة دستنولم الموضوع نطغوري الأمين العام للأصالة والمعاصرة، نتض رؤساء الفرق المجلس المستشار المجلس النواب السيمانة اللي زرين تنما سندو يد هنجمع هنتناول القانون المالية نتناول دور المعارضة، ولكن الصدغ فند مدني سواء نسيت من الحكومه دشتيني وري لي القانون يعني ورسنت نغري وري لي والو يعني فدا النرج التقاهرة النرج تقيم التقاهرة المعارضة بمؤسسة الحكومة هاتي خصها الوضوح تيلي الشفافية فاد التقيم التقا يمشي غاتورنا ديالي يمشي غاتورنا ديالي خص مشي لا الإعلام من الحزب إلى الإعلام الفريق الصحفيين تنمر. بعد النائبة المحترمة مشكورة أخاطبكم باللغة الأم، وأنا مقتنع بأن بعض النواب وبعض السادة الوزراء والسيدات الوزيرات لن يفهمونني، ولكن لأبين أيضا أن هناك فئة مهمة من المجتمع المغربي لم تفهم لغة البرنامج الحكومي الذي قدمتموه أمام أنظارنا السيد رئيس الحكومة، وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة السابقة للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة في الوقت المناسب. السيد رئيس الحكومة، ملايين المغاربة لم يفهموا من تقديمكم للبرنامج الحكومي إلا الزلف اللون أيتما دي استمائن بداد البرلمان، لذا سأسترسل النقاش المخصص لحزب أو لفريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب سمازيغ. يعني قبل تناول النقاش خصغ المداخلة يعني غرسين لوقت معين هاد سولة يدس المحاور هي جد محدودة قد سولة بشكل جوهري في البرنامج العام داس تقدم الحكومة أرت منا التوفق هند سهولو البرنامج دغ هشكو جميع مختلف المكونات المجتمع احتجنت الدعم احتجنت البرنامج الأرقام اللي هتطبقنت على أرض الواقع نكوني هتوردين ديزداد دغ هتوردين ديزداد دغ فدد نريح الكراسة شكو حنا نغور للكراسة ولكن نزو من مدن المشاكل اللي تعانا المدن نيت نتي دغ ديوين سداد غدا وندي نعاود يوالي وندغ نسولو وندينا تعانا المدن. بما أن تصريح البرنامج الحكومي للحكومة تغنانا بأنه استمرار المسلسل الإصلاحات الحكومة السابقة نكوني الحكومة السابقة وراضي ولا البرنامج نز مثلا سول الراشيدية دست انت ما غراضي ولا البرنامج خصوصا العالم القراوي وراضي ولا لا حبريد لا حسيد لا حمان لا حود معل يعني لدي هونين الستور يعني البرنامج دغ هاتي نطبق على أرض الواقع أني هولو مدن صافي نسرستا نسرس الأرقام يخصني هولو مدن ولو سيات النسبة 60% بعدا خصوصا للعالم القراوي. سيد رئيس الحكومة، هات ما يمكنش السياسة السابقة ننور تشي الأوكلنز المباشر لجميع فئات المجتمع أن نقيم المسلسل الدغ يخصى أن بلور يات الاستراتيجية تجريد
دا يمكن هادي يستفدن مدن سواء المجال الفلاحه يخص الدعم الفلاحي اللي هو للجميع يعني الفئات المجتمع يخص يعني الوسائل النقل الطرقات يعني غورنا الاقليم الرشيد ديال الجيان درعا تفيلات بالخصوص 90% المجال القروي لا حد يستبري والو نكوني نا البرنامج الحكومي قد نستهدف 90% نكوني غور نغوض 10% نبريد المجال القروي الجيان درعا تفيلات يعني خص الجماعات الحدوديه بالضبط يخص التنميه يخص نسبه التنميه هاد نقص الميدان هاد السطور هذيك رئيس الحكومه ولا الوزاره هاد تحاول هاد تقزم نغدا تستشير بلي جان تقصي الحقائق هاد تقزم ست الميدان تدرسم ها شو شي تكال ها التقارير دا غادي تكان الفروع الى اقاليم بالجهات ها تردا تضمنت المعطيات دين حقيقيه للوضع ان تعيش المواطنين يعني خصها الخدمه الميدانيه هادي هون السطور هات لا الازمات الازمه التنمويه تيلي الازمه التعليم تيلي الازمه التعليم يعني هذا المشكل الضغ باعتبار استاذ ديال سابق يعني السنغ ما كامل الخلال دادي يقولون السطور ترزم المراكز الجهويه هات قنت كيفاش السيد رئيس الحكومه دانتيني ان نحقق يعني معدل النمو 5.5% انت كل شيء بدا الاقتصاد بدا يعني البطاله ذات زياد يعني ذا ديون السطور تحاول ما تدعم يد خطه اصلاح مباشره تيميت خطه استباقيه قبل ان يقولوا الاحتقان الاوجنز هادور القمر دي وقع الصداع يمشي نضغ الحوثي مار نقول هنني الحل لا هادور نتج الفرصه يخص ندو جميع الجهات هاد نخدم الوضع الصحي الوضع الصحي فهو يعني حدث ولا حرج الوفيات الاطفال نتيجه الاهمال الطبي الوفيات الاطفال نتيجه سموم العقارب الافاعي دات نتا تمغارين لا حس بطارات لا الاطور التمريض لا المستشفيات ديال المؤهله يعني دات نشاط سي وزير الصحه هادي حاول هادي شي الاهميه يزايد المناصب الماليه للقطاع ديال الصحه سيد رئيس الحكومه هات دان سوال هات الغيره ايضا يجعل لي دان سوال هات ماشي دي زنده تنتقد من اجل النقد نقد النقد الهدام لا نرى ين يعني النقد ين يعني بناء نرى كنا تخدم انت مازرت شكون الوجود النندد غد الوجود النغ هو نخدم المواطنين نخدم المواطنين نتحمل المسؤوليه النغ بكامل يعني بكل امانه فدني يقولوا ويد غنتيني دويت خنسروس اني هو ولد بابينس يقولون الفئه الدميت نسرس السيد رئيس الحكومه المحترم يعني ام قرنت نبط النغ داك نسنين مير ولكن هاد الفئه مهمه للمجتمع غير نسوي للبرنامج الحكومي ما تتيان هي رحال الفئات هاتي مهمه هاتي خصها هذا سنخصيان الدعم يخصها هذا سنخصها سنخصيان الحيز الى خدمه النغ دا نسير هاتورتي تذكر رئيس الحكومه للبرنامج يرحال تاودي تنيات نسير جوالات غير يرحال نبدا في المشاكل نسن يعني لاح المدرسه لاح الطبيب لانت الامراض جلديه يعني بزاف بزاف ما يديتو يانان يعني ورغوري للمتسع الوقت هاد سولغ ولكن هاد نداد يعني داو نسهولو اول نبني زدارين غما يدا التنين غورنا المشاكل بزاف المشاكل المعادن الصناع المنجميين يعني غرس المشاكل غير نسروس القوانين على اعتبار ان الصناع المنجميين ضاول غير توجه وزير الطاقه والمعادن هادي حاول هادي بدد مد الضغ هاد نيتني ديال القلب النابض ديال المناطق الحدوديه يخصها لي سينبد هاد دانتيني ولي ونضغ من باب الغيره هادي ونتمنى هارو نتمنى التوفيق السيد رئيس الحكومه ولا الساده الوزراء استقاء الملكيه الدميت حضام هاد نتمنى وفق مولانا أن تحقم أي دغمي تكلف هارون تيني ختان ميرت النون وشكرا شكرا.